ده عاطف بيحب العصير قوي بس بيتخنق من الشيليمون. جرب يشرب العصير من غير شيليمون بس للأسف ما عرفش. جرب يحط العصير في كوباية بس الكوباية مش معاه برا البيت. جرب يقطع علبة العصير بس برضو اتقلقت عليه. ولما عرفنا مشكلة عاطف نزلنا له بأول عصير في كان. اشرب هاجع أول عصير في كان.